مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي الشؤون سقطرية، والتي نتناول فيها أبرز التطورات والمستجدات في محافظة أرخبيل سقطرى. أهلا بكم. دخلت السفينة الإماراتية آد أسترا إلى ميناء جزيرة سقطرى دون موافقة الحكومة الشرعية وإدارة الميناء، وجاء ذلك في مذكرة رسمية رفعها مدير ميناء حولف بجزيرة سقطرى رياض سعيد سليمان إلى نائب رئيس الوزراء والقائمة بأعمال وزير النقل سالم الخنبشي، يؤكد فيها دخول السفينة الإماراتية بطريقة غير قانونية دون إذن سلطات الميناء ودون استكمال الإجراءات الرسمية. السفينة الإماراتية آد أسترا تحمل معدات عسكرية ومنظومة اتصالات وأجهزة متقدمة تستخدم في الأعمال العسكرية والاستخباراتية. وزير الثروة السمكية فهد كفايان أكد قبل أيام في تغريدة على حسابه بتويتر عن حمولة السفينة الإماراتية لمعدات اتصالات متقدمة ومواد أخرى تزامنا مع وصول خبراء أجانب من جنسيات مختلفة إلى الأرخبيل دون الحصول على تأشيرات دخول رسمية. بدورهم أقدم مسلح المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على إفراغ السفينة من حمولتها بالرغم من مطالبات الحكومة اليمنية وسلطات الميناء لقوات الواجب السعودي التي تحرس الميناء بعدم السماح بذلك. وتم تفريغ السفينة بشكل سري وسط تكتم شديد، ونقلت الحاويات التي كانت على متنها إلى مصنع أسماك تديره أبوظبي تحت حراسة أفراد أجانب استخدمتهم الإمارات من خارج الجزيرة. بالتزامن مع وصول معدات اتصالات استخباراتية حديثة وشروع الإمارات في بناء قواعد عسكرية جديدة لها في سقطرى، وصل أمس الجمعة إلى ميناء سقطرى المئات من العناصر المسلحة التابعة لميليشيات المجلس الانتقالي جلبتهم الإمارات من محافظة الضالع ومحافظات يمنية أخرى. وسائل إعلامية أجنبية تحدثت في وقت سابق عن شروع الإمارات وإسرائيل في إنشاء قواعد عسكرية استخباراتية في جزيرة سقطرى، ويرجح استخدام حمولة السفينة الإماراتية آد أسترا في بناء قواعد عسكرية بين الإمارات وإسرائيل بتواطؤ سعودي. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. مع استمرار رفض تفريغ حمولة سفينة آد أسترا الإماراتية من قبل سلطات ميناء حولف بجزيرة سقطرى، أقدم مسلحو المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على تفريغ حمولة السفينة بطرق غير قانونية، رغم مناشدات الحكومة اليمنية للقوات السعودية بعدم إفراغ حمولة السفينة. إجراءات تفريغ السفينة تمت بصورة سرية وسط تكتم شديد حول محتوياتها، حيث سبق تفريغ الحمولة انتشار أمني لقوات المجلس الانتقالي وإغلاق المواقع والطرقات المؤدية من الميناء إلى مصنع الأسماك الذي تديره أبوظبي في الجزيرة. مصنع الأسماك يخضع لحراسة أجنبية مشددة من قبل عناصر استقدمتهم أبوظبي من خارج سقطرى، فيه أفرغت الحمولة. الحمولة تضم منظومة اتصالات عسكرية وأجهزة استخباراتية متقدمة حديثة، من المرجح أن يكون لها صلة ببناء القواعد العسكرية المحتملة بين الإمارات وإسرائيل في الجزيرة. المدير العام لميناء سقطرى رفع مذكرة رسمية إلى سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء اليمني تبين دخول السفينة بطرق مخالفة ودون أي إجراءات قانونية. وزير الثروة السمكية فهد كفاين سبق وأن استنكر قبل أيام عدم خضوع السفينة للتفتيش، مؤكدا أنها تحمل أجهزة اتصالات ومعدات عسكرية لإنشاء قواعد لأبوظبي في الجزيرة. موقع ساوث فرونت الأمريكي المتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية أورد أن الإمارات وإسرائيل تعتزمان إنشاء مرافق عسكرية واستخباراتية في جزيرة سقطرى. تفريغ حمولة سفينة الإماراتية آد أسترا
لم يكن ليتم لولا تواطؤ القوات السعودية التي تحرس الميناء وتبادلها الأدوار مع القوات الإماراتية. السعودية التي تحاول أن تظهر بدور حيادي تجاه الممارسات الإماراتية في الجزيرة، غير أن الواقع يؤكد أنها مكملة لدور انتزاع الجزيرة من السيادة اليمنية. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي اليمني وديع عطا. مرحبا بك. بداية سيد وديع، دار الكثير من اللغط حول حمولة السفينة الإماراتية آد أسترا بسبب عدم السماح بالكشف عن حمولتها، وبالرغم من مطالبات الحكومة اليمنية وسلطات ميناء حولف بجزيرة سقطرى بعدم السماح بتفريغ السفينة الإماراتية حمولتها، إلا أن ذلك تم الآن، وقد تم تفريغ حمولة السفينة دون أي إجراءات قانونية. ما الذي نتوقعه؟ نعم، أهلا بك والمشاهدين الكرام. الحقيقة بأن هذه خطوة تأتي ضمن خطوات الإماراتية الممنهجة لصبغ الهوية الإماراتية على الواقع على جزيرة سقطرى اليمنية، وتجريف الهوية اليمنية والسقطرية الأصيلة التي يعني تمتاز أيضا بخصوصيتها المحلية، أيضا من حيث اللغة ومن حيث الثقافة ومن حيث الفولكلور ومن حيث حتى البيئة الفطرية كذلك التي تعتبر من أندر البيئات على مستوى العالم. هذه الخطوة تعتبر يعني تصرف سافر على مرأى من المجتمع الدولي الذي يقول بأنه يرعى يعني عملية السلام في اليمن، وكذلك هي خطوة أيضا أعتقد بأنها تأتي برضا وموافقة من المملكة العربية السعودية، لأن المملكة العربية السعودية التي سمحت بالخطوات الأولية التي مهدت لوصول هذه الإمارات يعني لوصول الإمارات وميليشيات المحلية إلى سقطرى، هي تعرف كل ما سيجري داخل الجزيرة، ليس فقط في سقطرى فقط، حتى في عدن وفي كل مناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الإمارات يعني ممثلة بالمجلس الانتقالي. لذلك الدور الآن يأتي على الناشطين وأبناء سقطرى بشكل عام، يعني على الأقل هذه مسؤولية تاريخية وأخلاقية في مسألة التصدي بما أمكن، لا نقول لهم واجهوا، لكن بما أمكن من وسائل الدفاع الحقوقي المشروع كالتعبير يعني كالكتابة على السوشيال ميديا أو التواصل عبر ما يستطيعون مثلا لتوصيل مثل هذه المعلومات لتفضح مثل هذه الخطوات أولا بأول، وتجعلنا يعني تجعلنا كإعلاميين وكحقوقيين أول حاجة نتضامن معهم من منطلق الواجب أولا، ثم لنضغط جميعا على الحكومة الشرعية لتقوم بدورها للأسف الذي تبدو فيه مقصرة كثيرا. جميل. سيد وديع، سفينة آد أسترا الإماراتية منذ 4 سنوات وهي تشرق عليها الشمس في أبوظبي وتغرب عليها في اليوم التالي في ميناء سقطرى، تحمل الأسلحة والمعدات العسكرية التي تسببت في عملية الانقلاب على السلطة المحلية في يونيو الماضي. هل باتت الحكومة الشرعية عاجزة عن منع التحركات الإماراتية في الجزيرة برأيك؟ نعم، الحكومة الشرعية التي تعجز عن المواجهة في البر اليمنية ممثلة بعدن والمهرة وتفتح الأبواب مشرعة أمام الأطماع الإماراتية والسعودية كذلك، هي ستكون أعجز بكثير عن أن تواجه في سقطرى البعيدة بما لا يقل عن 500 كيلومتر عن البر اليمني. ويؤسفني أيضا بأن أقول بأن سقطرى ستكون أكثر منطقة يمنية مظلومة لأنها ستكون رهن التعتيم وكالسجن يعني المقفل تماما على أهلها. قد يأتي وقت لن نستطيع أن نتواصل باليمنيين في هذه الجزيرة ولا نستطيع أن نعرف أخبارهم، لأن منظومة الاتصالات ستتحول، منظومة الهويات ستصبح إماراتية يعني شيئا فشيئا. تريد الإمارات أن تفرض هويتها وأن تفرض تبعية هذه الجزيرة يعني سكانا وديموغرافيا أيضا وربما سياسيا أيضا إليها، وربما تستقطب إليها الرأي العام العالمي بشكل أو بآخر بحجة أنها قد تستخدمها فيما يسمى بمحاربة الإرهاب في اليمن أو مراقبته في كممر دولي في البحر العربي والمحيط الهندي. فيما يتعلق بسقطرى، قوات الواجب السعودي، المشهد كالتالي: قوات الواجب السعودي سهلت عمليات كثيرة في سقطرى لصالح الإمارات وميليشياتها، منها عملية الانقلاب على السلطة نفسها، تبعها بعد ذلك تسليم المطار للإمارات وأدواتها، وقبل ذلك كله تساقطت ألوية كاملة عسكرية كبيرة بيد الميليشيات تحت مرأى ومسمع قوات الواجب السعودي دون أن تحرك ساكنا. الآن قوات الواجب السعودي وهي التي تحرس الميناء
ترفض التعامل مع مطالب الحكومة اليمنية وسلطات الميناء الشرعية، في حين سمحت بدخول السفينة الإماراتية العسكرية للميناء وسمحت لميليشيا الانتقال بإنزال الحمولة من السفينة. وأمس أيضا في الميناء نفسه سمحت قوات الواجب السعودي بإنزال المئات من العناصر المسلحة التابعة لميليشيات الانتقالي. بعد هذا كله سيد وديع، سؤالي هو ما هو دور السعودية في سقطرى على سبيل الخصوص؟ يعني هذه المقدمة التي طرحتها أنت الآن هي كلها تعزز ما نذهب إليه دائما، لأن السعودية هي المشرف الرئيسي على كل ما يجري في اليمن وسقطرى على وجه الخصوص، لأن كل خطوة كانت تجري تجاه سقطرى وإسقاط الشرعية في سقطرى كانت تتم عبر يعني بعلم قوات الواجب السعودية وبعلم كذلك السفير السعودي الذي هو يعتبر الحاكم الفعلي لليمن حاليا عبر أدواته المحلية ممثلا برئيس الوزراء والوزراء التابعين له والمستفيدين ماليا من اللجنة الخاصة. اليوم نحن كيمنيين يعني مطالبين بأن نتجاوز حتى الشرعية على الأقل، ولنفترض بأنها أصبحت مرتهنة أو مختطفة أو عاجزة أو متخاذلة أو فاسدة كليا، لندرس خياراتنا، يعني ما خيارات مثلا الشعب اليمني في سقطرى للتصدي لمثل هذا النوع من لا نريد أن نقول أنه استعمار لأنه كبير، يعني كثير على الإمارات أن نعتبرها مستعمرة، لكنها دخيلة وطارئة لن تدوم إذا ما قامت فعلا حركة يعني شعبية تفضحها أول بأول، لأنه اليوم عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الدولية وعبر العلاقات اليمنية الدولية حتى غير الرسمية مع المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بالإمكان أن يشكل ذلك حرجا على الأقل للقيادة السعودية كقائد للتحالف والإمارات كأداة لرغبة دولية تريد أن تستخدم سقطرى كخطوة من خطوات أيضا التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي خرج يعني أبناء سقطرى في لوحة شعبية وأخلاقية جميلة أيضا ليعبروا عن الضمير اليمني الرافض لأي خطوة تطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يعتبر العدو يعني التقليدي والتاريخي للوطن العربي بأجمله. تأييدا لكلامك سيد وديع، فعلا الإمارات كانت موجودة قبل الوجود السعودي هناك ولم تستطع أن تتقدم أي خطوة في الجزيرة إلا بعد الوجود السعودي. السعودية هي التي شرعنت لها كل هذا الوجود. الآن بعد ما دخلت كل هذه المعدات العسكرية واتصالات المتقدمة الحديثة جوا وبحرا وضباط وخبراء أجانب دون أي مصوغات قانونية أو إجراءات رسمية، هذه التحركات الغير شرعية التي تتشكل في سقطرى الآن ما مدى خطورتها على المنطقة بشكل عام؟ هو يراد بأن تصبح يعني هو يراد بأن تعسكر هذه الجزيرة ذات الموقع الجيوسياسي مهم على المستوى الدولي لكي تصبح إحدى حلقات السيطرة الأمريكية والإسرائيلية أيضا على منطقة الشرق الأوسط في إطار الخارطة التي كانت قد بشر بها عهد أوباما وجاء ترامب أيضا لينفذها مباشرة وإن كان يقول بأنه ضدها. السياسة الأمريكية لا تختلف من رئيس إلى آخر، وبالتالي يعني الدول العربية المتماهية مع المشروع الصهيوني هي عبارة عن أدوات لتنفيذ هذا المشروع، وسيكون علينا كيمنيين بكل الأدوات أن نواجههم يعني مع كل الأحرار في العالم عبر كل المنصات المتاحة. ويعني دعني أعبر عن كل تقديري الكبير أيضا لكل ناشط داخل سقطرى، لأنه بكل ناشط اليوم بالنسبة لي يوازي 1000 يتواجدون في البر اليمني، لأنه يعني في منطقة مقفلة تماما لن يستطيع أن يفر أو يهرب مثلا في حال تم القبض عليه. اليوم سقطرى تواجه وكأنها دولة مستقلة فعلا، يعني وكأنها احتلت بعيدا عن الجسد العربي، يعني اليوم سقطرى بعيدة حتى عن اهتمام يعني تحت الخزان اليمني الشرعي إضافة إلى الخزان العربي مثلا بالجزيرة العربية بالجامعة العربية الذي لا يبدو مهتما بأي وجع عربي اليوم. سيد وديع، آخر سؤال من وجهة نظرك، يعني أبناء سقطرى الآن عمم عليهم أو هم على خوف وقلق دائم من التعامل مع وسائل إعلام أخرى أو حتى يقومون بدور نشاط ضد ما يجري في جزيرتهم. سؤالي هو من وجهة نظرك كيف يمكن أن يتعامل أبناء جزيرة سقطرى مع هذا الواقع الجديد الذي ربما يهيئ لأن تكون سقطرى ساحة إرهاب وقاعدة كمبرر لوجود قواعد عسكرية دولية وضمان سيطرتها على الجزيرة؟ نعم،
نعم صحيح، الحقيقة لأن مخاوفنا وقلقنا على كل الإخوة الناشطين الموجودين في جزيرة سقطرى يتعاظم يوما بعد يوم، خصوصا مع مسألة السيطرة الاتصالية يعني المعلوماتية التي تفرضها الإمارات، خصوصا وأنها تعرف كل بيت كم فيه ومن فيه وتوجه كل من في هذا البيت يعني سياسيا، لأن لديها خلايا التي قامت بفرز المجتمع السقطري للأسف بالأموال الإماراتية. سيكون مطلوب منهم أيضا بأن يفروا من المواجهة الإعلامية المباشرة بالتخلي عن أسمائهم الحقيقية وعدم نشر صورهم الحقيقية والظهور بأسماء وهمية واختراع كذلك صفحات في تويتر وفي فيسبوك وفي المنصات الممكنة أيضا بأسماء وهمية كذلك لتكون مصدر معلومات عن كل ما يجري، لأنه في الأخير لن يكونوا أقوى من الشرعية ممثلة بالرئيس عبد الرب منصور هادي ولا حتى الحكومة لأن يواجهوا الغول الإماراتي ومن ورائه المملكة العربية السعودية. نعم، الصحفي اليمني وديع عطا كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. شاركت 24 متدربة من مختلف المراكز الصحية بمحافظة أرخبيل السقطرى في دورة تدريبية حول صحة الأم والوليد والطوارئ التوليدية والوليدية للقابلات بالأرخبيل. الدورة نفذتها جمعية التكافل الإنساني برعاية مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة، أتت ضمن نشاطات الجمعية التي تساهم في انتشال الوضع الصحي وزيادة الوعي لدى المجتمع في أهمية صحة الأم والوليد وبناء قدرات ومهارات القابلات المشاركات في الدورة التي تستمر 12 يوما لاكتسابهن المعارف العلمية بطرق التوليد الصحيحة وتفادي المخاطر التي قد تضر بصحة الأم والوليد. عقدت الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة أرخبيل السقطرى اجتماعا ضم مكونات القطاع السمكي ممثلة بالاتحاد التعاوني السمكي وقيادات الجمعية السمكية. الاجتماع ناقش جملة من القضايا المتعلقة بفتح الموسم الانتاجي للعام 2020-2021 وتحديد أسعار الأسماك وكذلك ترتيب الدخول والخروج لسفن الصيد التي تستلم الانتاج من الجمعيات السمكية، وشدد اجتماع الهيئة على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تصدر من الوزارة ورئاسة الهيئة والسلطة للحفاظ على الثروة السمكية. ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى هذه المادة المعلوماتية حول ميناء حولف بجزيرة سقطرى. نشاهد. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من البرنامج الأسبوعي شؤون السقطرية، على أن نلتقي في حلقة جديدة قادمة. إلى حينها دمتم في أمان الله.